زي ما بيكون في عندنا يونتس لاي كوانتيتي موجوده عندنا في الطبيعه، بيبقى في عندنا برضو مجموعه من يونتس بتستعمل في الراديولوجي. في عندنا اربع وحدات اساسيه في الانترناشونال سيستم اوف يونتس، هم دول اللي بيستعملوا في قياس الاشعه عموما. اول واحده هي حاجه بنسميها الاير كيرما. كيرما دي اختصار كاينتيك انرجي ريليست ان ماتر، دي بتتقاس بحاجه اسمها جراي ان اير. اوكي، فدي الديفينيشن بتاعها هي كاينتيك انرجي ترانسفيرد فروم فوتونز تو الكترونز ديورينج ايونايزيشن اند اكسايتيشن ميجرد ان جول بير كيلوجرام. الجول بير كيلوجرام دي هي الوحده الاس اي يونت، اللي هي الوحده العالميه بتاعت القياس، ودي بنسميها جراي، جراي ان اير. عاده بنحط فيه، هي اسمها جراي بس بنحط بعديها في الاخر ايه علشان هي تعتبر ان اير، يعني بنقيسها من غير ما يكون في القياس ده يكون داخل التيشو، بنقيسها داخل الهواء. الحاجه اللي زيها بالظبط اللي بنفس اليونت اللي هي جراي برضو، جول بير كيلو جرام، نفس الوحده، ولكن تقاس داخل التيشوز نفسها، هي الراديشن انرجي ابزوربد ان تيشو بير يونت ماس. اليونت بتاعتها بنسميها جراي، ودي بتعتمد على نوع التيشو بقى. دي بنسميها الوحده نفسها بتبقى جراي تي، يعني جي واي وفي تي سمول في الاخر علشان تعرف لنا ان دي حاجه خاصه او بتعتمد على نوع التيشو نفسه، اللي بنتكلم على الابزوربد انرجي داخل التيشوز. في عندنا وحدة أخرى دي بتستعمل بقى في الأوكيوبيشنال يعني راديشن وركرز، يعني بنتكلم على الناس اللي بتشتغل في مجال الأشعة، بنتكلم على الأوكيوبيشن اكسبوجر اللي هي الشخص اللي بيتعرض للأشعة من خلال عمله، ما هواش المريض. يعني الوحدات اللي قبل كده، وحدة الأبزورب دوز دي، بنتكلم على المريض، المريض اللي هو بيتصور بالأشعة، فبيسكلي احنا انتشنالي بنعرضه للأشعة. بالنسبه للاوكيوبيشن اكسبوجر، احنا بنتكلم على الطبيب اللي بيعمل الاشعه او الفني اللي بيعمل الاشعه، ده بيتعرض بشكل عرضي، ما هوش مفروض ان هو يتعرض للاشعه، بس ممكن من خلال عمله يتعرض من غير ما يقصد لبعض الاشعه في اثناء عمله. فدي بنقيسها الحقيقه بوحده بنسميها سيفرت اس في. فدي هي عباره عن الكوانتيتي بتاعت الراديشن ريسيفد باي راديشن وركرز اند بوبيليشنز. بوبيليشنز برضو نفس الكلام، الناس اللي هم مثلا بيشتغلوا في المستشفى مثلا، ما هماش بيشتغلوا في قسم الاشعه، بس ممكن يكونوا بيبقوا قريبين من قسم الاشعه بشكل ما، او ممكن يتعرضوا للاشعه بشكل يعني ما هواش انتنشنال عموما. الوحده الاخيره حاجه بنسميها البيكرل. البيكرل دي حاجه مالهاش علاقه بالاكس راي، بس عموما هي وحده من وحدات الاشعه دي، بنتكلم عليها ان كونتكست اوف الراديو اكتيف ماتيريال، يعني بنتكلم على انها وحده لقياس الاشعاع اللي خارج من الراديو اكتيف ماتيريالز. فبيسكلي احنا بنتكلم ان هي ما هياش قريبه او ما هياش اكشوالي لها استعمال في الاكس رايز، بس عموما بنذكرها علشان يبقى كل اليونتس ذكرناها بالنسبه في الكونتكست بتاع الراديولوجيكال يونتس. لو حبينا نحول الوحدات اللي هي الاس اي يونتس اللي هي الاير كيرما، الجراي، السيفرت، البيكرل، نحولها لبعض الوحدات يعني اللي هي دايما بتستعمل، اللي هي بنسميها كاستمر يونتس، دي عاده مستعمله يعني بشكل يعني دارج، بس ما هياش هي الاس اي يونتس، ما هياش الوحدات العالميه في الموضوع ده. ففي عندنا مثلا بالنسبه الاكسبوجر، هو يعني الوحده بتاعته عندنا هي الاير كيرما، بس اكشوالي في وحده اخرى موجوده هي اسمها رونتجن. الرونتجن بيسكلي السيمبل بتاعها ار، دي برضو بتقيس نفس الحاجه بس الوحده نفسها مختلفه. لو حبينا ان احنا نحول الار اللي هي الرونتجن نحولها ل جراي، بنضرب في 0.01، بيبقى في عندنا بيسكلي في عندنا تحويله من الرونتجن للاير كيرما، ان احنا بيسكلي نضرب 0.01 نحصل على القيمه بالجراي اي اللي هي جراي ان اير. في عندنا واحده اخرى اسمها الراد، دي الابزورب دوز، واحده للابزورب دوز، نفس العلاقه برضو، بنقدر نحول الراد نحولها للجراي تي اللي هي الابزورب دوز اللي هي بالجراي، بنضرب برضو 0.01. في عندنا وحده للافكتيف دوز دي اللي هي بنتكلم على الاوكيوبيشن اكسبوجر، في عندنا واحده اسمها رام. رام بيسكلي بنتكلم ان نضربها برضه 0.01 عشان نحصل منها على السيفرت. البيكرال كان في عندنا حاجه ما يعني واحده برضه اسمها كيوري. الكيوري بنضربها 3.7 في 10 اس 10 عشان نحصل منها على البيكرال. فبيسكلي نسمرايز الوحدات تاني، اير كيرما از ذا يونت اوف راديشن اكسبوجر اور انتنسيتي، الجراي اللي هي الجراي تي از يونت اوف راديشن ابزورب دوز، واحده فيهم اكسبوجر واحده ابزورب دوز. السيفرت ذا يونت اوف اوكيوبيشن اكسبوجر والافكتيف دوز.
والبيكيريل هي اليونت اوف راديو اكتيفيتي. فلما تخيل مثلا سيتويشن زي هنا كده، لو احنا عندنا هنا سورس اوف جاما رايز مثلا فور اكزامبل، سورس اوف اكس رايز، اكس رايز وجاما رايز هما لهم نفس النيتشر، فبيسيكلي بنقيس الانتنسيتي بتاعت الرايز اللي طالعه ان ترمز اوف كيرما، اير كيرما اللي هي جراي ان اير. بنتكلم على الافكتيف دوز اللي عند البيشنت نفسه، لو احنا عندنا مثلا شخص بيتعرض للاشعه دي بيبقى الوحدات بتاعتها جراي. لو هو حاطط البادج بتاع قياس الاوكيبيشنال اكسبوجر بيبقى الوحدات اللي بناخدها من القياس بتاعه دوت بنقيسها بالسيفرت. لو في عندنا ماده مشعه، الماده المشعه ديت بيسكلي بنتكلم على ان الاشعه اللي خارجه منها او اللي هي نسبه الراديو اكتيفيتي طالعه منها او كميه راديو اكتيفيتي طالعه منها بنعرفها بوحدات بيكيريل. فبيسكلي احنا بنتكلم على لو هي بتطلع جاما رايز يبقى معنى كده ممكن نقيسها بالجراي ان اير، اوكي، او بنقيس الاكس راي اوتبوت برضه نفس الكلام بالجراي ان اير. لو بنقيسها في الاكسبوجر يعني بنقيس الابزورب دوز داخل الشخص نفسه بنتكلم على اللي هو جراي. الاوكيوبيشنال اكسبوجر سيفرت، الراديو اكتيفيتي بالبيكيريل. لو حابين نلخص الـ cardinal principles for radiation protection اللي هي القواعد الأساسية للوقاية من الإشعاع، في الحقيقة ثلاث قواعد أساسية الناس اجتمعوا عليهم علشان يحاولوا يقللوا الـ radiation exposure. يعني أول حاجة الـ keep the time of the exposure to radiation as short as possible، يعني نقلل وقت الاكسبوجر للراديشن لاقل قدر ممكن محتاجينه علشان الدايجنوسيس او علشان يعني ان احنا نقدر نوصل للصوره ان هي تكون مناسبه للتشخيص. الحاجه الثانيه maintain as large distance as possible between the source of radiation and the exposed person. يعني بتكلم هنا ان احنا كل ما احنا بعيدنا عن الشخص، كل ما احنا بعيدنا بين الشخص وبين السورس اوف راديشن كل ما الاكسبوجر بقى اقل. الحاجه الثالثه ان احنا بنسيرت شيلدنج ماتيريال بتوين ذا راديشن سورس اند ذا اكسبوزد بيرسون. يعني احنا دلوقتي لو عايزين نقلل راديشن اكسبوجر لشخص معين لازم نحط بينه وبين السورس لازم نحط شيلدنج ماتيريال. نتكلم على الكلام ده بالتفاصيل اكتر شويه. بالنسبة للوقت الـ dose is directly related to the duration of the radiation exposure، يعني بمعنى ان احنا بنتكلم على الـ exposure هو عبارة عن الـ exposure rate times الـ exposure time، فمعنى كده هو بيتناسب طرديا مع الـ exposure time. فمعنى كده كل ما احنا قللنا الـ exposure time كل ما كان كمية الإشعاع اللي تعرض لها الشخص كل ما كانت أقل. الحاجة الثانية بالنسبة للديستنس، طبعا عندنا معروف في الإشعاع عموما حاجة اسمها الانفرس سكوير لو، يعني بيسيك احنا بنتخيل ان احنا عندنا السورس اوف راديشن عبارة عن نقطة موجودة في مركز كورة، وبالتالي بنلاقي ان احنا سطح الكورة ده بيزيد بمقدار يعني هو بيساوي 4 باي ار سكوير، يعني بيسيكلي بيعتمد على الراديوس بمقدار يعني ار تربيع، يعني الراديوس مربع. فبالتالي كل ما احنا بعدنا الديستنس كل ما كان الراديشن اكسبوجر او الراديشن دوز بتبقى يعني متوزعه على سطح اكبر، فبالتالي الشخص نفسه بنفس المساحه بيتعرض للراديشن اقل كل ما كان المسافه بينه وبين الراديشن سورس اكتر. العلاقه زي ما بنقول هي علاقه انفرس سكوير لو. فبنتكلم بيسكلي ان احنا بنتكلم على يعني لو احنا مثلا المسافه بدل ما كانت فرضا 50 سم خليناها متر بيبقى الاكسبوجر بيبقى اقل بمقدار الربع، ودي حاجه الحقيقه مهمه جدا. طبعا احنا ممكن نتخيل ان احنا في الاكس راي زي ما احنا كنا بنتكلم في الاكس راي تيوب السورس اوف اكس راي الفوكال سبوت بتاعت الاكس راي اللي بتطلع لنا الاكس راي نفسها هي بتبقى يا اما سمول فيلمنت يا اما لارج فيلمنت، الاثنين ما هوش بوينت سورس. بس النقطه ان احنا ممكن ان احنا لو كان الديستنس فروم ذا سورس اكتر من خمس مرات الديامتر بتاع السورس بقدر اعتبر ان هو بوينت سورس، بقدر اسيوم ان هو بوينت سورس، يعني هو بيبيهيف براكتيكالي اكنه بوينت سورس. طبعا هنتكلم على السمول فيلمنت واللارج فيلمنت الاثنين بنتكلم على حاجات يعني سنتيمترز، يعني بنتكلم على حاجه صغيره جدا في الحجم.
فبالتالي لما بنتكلم على الديستانس مثلا متر ولا حاجه، بيبقى اكيد اكتر بكتير من 5 مرات الدايمتر بتاع السورس. فبالتالي الانفرس كور لو بي ابلاي في الـ في الـ في البروبلم بتاعت الاكس راي ايمجينج بشكل يعني يعتبر يعني تطبيقه بيبقى سليم 100%. الحاجه الثالثه اللي هي الشيلدنج. طبعا احنا بنتكلم على ان احنا لما بنحط شيلدنج بين ذا راديشن سورس اند اكسبوزد بيرسون، بنقلل كتير جدا من كميه الراديشن اللي بتوصل للشخص نفسه. طبعا بنتكلم على الشيلدنج مثلا ممكن يبقى ملابس تلبس بيبقى فيها مثلا رصاص، ممكن يبقى فيه مثلا الشخص التكنولوجيست مثلا اللي هو بيصور يبقى واقف ورا ليدد جلاس مثلا ولا حاجه، يبقى في عندنا يعني طريقه علشان نحمي بيها الشخص اللي موجود يعني او بيتعرض ل او موجود في غرفه الاكس راي يعني كل يوم زي الاشخاص اللي بيشتغلوا في الاقسام الاشعه. لازم نعمل حاجه بحيث ان هي تقلل الدوز بتاعتهم بشكل كبير. طبعا بالنسبه للبيشن ما نقدرش نعمل كده. البيشن احنا قصدين ان احنا نعرضه للدوز عشان بيسكلي بنستعملها عشان نطلع بيها الصوره. فاحنا بنتكلم على الشيلدنج دوت، بنتكلم على الاشخاص اللي هم بيعملوا في اقسام الاشعه، مش بنتكلم على البيشن. بالنسبه للشيلدنج، الشيلدنج زي ما كنا بنتكلم كده ممكن يبقى الناس تلبس حاجه اسمها بروتكتيف ابارل، يعني بيتكلم على يعني حاجه زي ايبرون كده بيتلبس، والايبرون دوت بيبقى يعني بيسيكلي عباره عن في جوه يعني شيت اوف ليد بيبقى الثيكنس بتاعه حوالي نص ملي، والنص ملي ده الحقيقه بيعمل حمايه كبيره للشخص اللي موجود دوت، يعني كل الاجزاء اللي متغطيه دي تبقى الاكسبوجر بتاعها بيبقى اقل بكتير نتيجه للشيلدنج اللي موجود بين السورس وبين الجسم. فبيسيكلي عاده لما بنيجي نتكلم على الشيلدنج لازم نتكلم على الدوز ريدكشن ان ترمز اوف يعني حاجه زي الهاف فاليو لاير. يعني بمعنى لما بتكلم مثلا على يعني الهاف فاليو لاير بتكلم على اللاير اوف الماتيريال اللي بتقلل الدوز او بتقلل الكوانتيتي بتاعت الاكس راي للنص. ممكن نتكلم عليها برضو ان ترمز اوف حاجه بنسميها التنث فاليو لاير. التنث فاليو لاير بتقلل الدوز للعشر، وطبعا في علاقه يعني مباشره بين الاثنين ان التنث فاليو لاير بتساوي 3.3 الهاف فاليو لاير. طبعا احنا بنتكلم على الاثنين الحقيقه علشان لما نيجي نتكلم على نوع معين من انواع الماتيريال بنتكلم عليها ان هي لما بنعرف الهاف فاليو لاير بتاعها كام بنقدر نعرف هي بتعمل ريدكشن للدوز بمقدار قد ايه. على سبيل المثال لما بتكلم على ال 0.5 ملم لاد اللي بيتحط داخل الابرون اللي بيتحط هنا في الملابس الواقيه اللي بيلبسوها الناس اللي بتشتغل في اقسام الاشعه، بنتكلم دي حوالي 2 هاف فاليو لاير، يعني بتقلل الدوز يعني بالشكل ده كده للربع، يعني كل هاف فاليو لاير بتقلل للنص. لما بحط 1 هاف فاليو لاير تبقى النص، لما بحط كمان هاف فاليو لاير يبقى النص ده بيبقى ربع، فبالتالي بيبقى في ريدكشن ل 25%. بس اكشوالي لما الناس شافت ال 0.5 ملم دي لما عملوا اكشوال ميجرمنتس لقوا ان الريدكشن بيبقى ابروكسيمتلي 10%، يعني بمعنى ان انا بقلل الدوز ل 10% من الدوز اللي موجوده يعني خارج الابرون. ودي طبعا حاجه بتبقى يعني في الواقع بتبقى مور ذان انف نتيجه لان الحاجه اللي بيتعرض ليها الشخص اللي بيعمل في الاكس راي بيبقى سكاتر راديشن، ما بيبقاش المين بيم. المين بيم هو اللي بيتعرض له البيشنت، انما السكاتر راديشن بيبقى اي حد موجود في الغرفه ممكن يتعرض ليه. لو احنا بنتكلم بقى على مثلا ان احنا بنعمل وقايه او بنعمل شيلدنج للغرفه بتاعه الاشعه نفسها، طبعا بنتكلم بقى على مواد زي الليد، ممكن نحط رصاص في الحائط او ممكن نحط كونكريت، ممكن يبقى الثيكنس بتاعه ازيد شويه. احنا بنتكلم على مثلا ناخد مثلا عند 100 كيلو فولت بيك، الليد بيبقى ربع ملي، بيعمل الهاف فاليو لاير بتاعته ربع ملي. الكونكريت لازم 1.5 سنتي عشان يبقى هاف فاليو لاير بالنسبه للاكس راي ات 100 كيلو فولت بيك. لو بتكلم على التنث فاليو لاير بتكلم على الليد بيبقى يعني 0.8 مليمتر، الكونكريت بنتكلم على 5.1 سنتيمتر. طبعا زي ما احنا شايفين كده لو احنا حطينا كميه ولو قليله من الليد في الجدران بتاعه غرفه الاشعه بنلاقي ان هي الحقيقه ما فيش احتياج ان احنا نحط كونكريت بشكل مبالغ فيه بالنسبه للغرف بتاعه الاشعه. فطبعا احنا بنتكلم على ان احنا بنختار الثيكنس المناسب علشان يقلل لنا الدوز تبقى سيف انف عشان الناس اللي خارج غرفه الاشعه ما يتعرضوش للسكاتر راديشن. فده طبعا حاجه من الحاجات الاساسيه اللي لازم ناخدها في اعتبارنا واحنا بنعمل تصميم لغرف الاشعه. حاجه
مهمة جدا لازم نتعلم ان احنا ازاي نحسبها، هي الافكتيف دوز. هي الافكتيف دوز هي يعني بيسيكلي ذا ايكويفالنت هول بودي دوز. يعني لو احنا بنتكلم ان احنا بنعمل اكسبوجر لسنجل بارت اوف ذا بودي بيسيكلي، فالريسك از بروبورشن تو ذا افكتيف دوز اللي احنا بنتكلم عليها دي. يعني بنتكلم بقى ان احنا عاده لما بنيجي نعمل تصوير لحاجه معينه في حاجات تانية كمان معاها بتتعرض للاشعه معاها، مش بس الحاجه اللي احنا بنصورها وبس. يعني فرضا احنا دلوقتي بنصور مثلا القلب مثلا، او بنصور مثلا الـ يعني العظم اللي موجود مثلا في الريبس، بيتعرض مثلا معاها اللنج، بيتعرض معاها القلب، بيتعرض معاها لو في مثلا الاشعه مثلا نازله الجزء تحت شويه ممكن الليفر، وممكن الجزء اللي فوق اللي هو يعني جزء من الرقبه مثلا يبقى فيه الثايرويد. ففي اجزاء كتيره من الجسم ممكن تتعرض في واحنا بنصور حاجه معينه. النقطه ان كل نوع من انواع الانسجه اللي موجوده في الجسم له حساسية مختلفة للأشعة، يعني مختلفة عن الأنسجة الأخرى. يعني على سبيل المثال، يعني احنا عامة الدوز بنحسبها ان هي عبارة عن weighted sum، كل واحدة من الدوزز اللي احنا بناخدها عند كل واحدة من الأورجنز مضروبة في weight، والweight ده بيعتمد على الأورجن نفسه هو ايه. يعني لو احنا بنتكلم على الجونتس، جونتس دي اللي هي بنتكلم على الأجهزة التناسلية اللي موجودة في الجسم، بنتكلم على الويتنج فاكتور اعلى حاجه 0.2. يعني نفس الدوز لو احنا اتعرضنا ليها في منطقه الجونت هنلاقي ان التاثير بتاعها اكتر بكتير جدا من منطقه اخرى، من اي منطقه اخرى. الاكتيف بون مارو برضو من الحاجات اللي هي بيحصل لها ديفرنشيشن عشان تبقى بعد كده يعني تطلع بقى انسجه، او تطلع اللي هي كرات الدم الحمراء مثلا علشان يعني تعمل يعني رينيوال للدم، بنتكلم عنها 0.12. الكولون اللي هو القولون بنتكلم على 0.12، اللنج 0.12، الستومك 0.12. نبتدي بقى نشوف بعد كده بقيه الحاجات الثانيه، مثلا بنتكلم على البلادر، البريست، الاسوفاجس، الليفر، الثايرويد، كلهم 0.05 اقل بكتير. يعني بنتكلم مثلا على التعرض للجونتس بالنسبه للليفر بنتكلم على 4 مرات الافكتيف دوز في الجونتس بالنسبه للليفر لو تعرضوا هما الاثنين لنفس الاكسبوجر. فلازم نبقى واخدين الكلام ده في اعتبارنا، ان الكلام ده مهم للغايه. بنتكلم على البون سيرفيس ونتكلم على السكين بتبقى اقل بكتير 0.01. احنا ممكن بقى لاي وضع معين من اوضاع التصوير ممكن نحسب الافكتيف دوز، والافكتيف دوز دي الحقيقه بتبقى مهمه جدا عشان نعرف يعني الاكشوال او الحاجه اللي هي بتاثر فعليا في الدوز نفسها او بتاثر فعليا في الانسان بتبقى حوالي قد ايه في وضع معين. ناخد أمثلة لحساب الإفكتيف دوز بالنسبة لحالات فيها patients وحالات فيها occupation exposure. في حالة مثلا زي الـ CT، لو احنا عملنا CT على الأبدومين والبلفس بيسيكلي بنتكلم على التيشو دوز اللي احنا بنحسبها، اللي هي بنتكلم على الدوز اللي هي بالجراي، بنتكلم على 20 ميلي جراي. عايزين نحسب الإفكتيف دوز، بيسيكلي احنا بنعرض الجونتس، بنعرض الكولون، بنعرض الليفر للراديشن دوز. فبنتكلم هنا ان احنا عندنا 20، هي نفس ال 20 دي، هي نفس ال 20 ميلي جراي اللي موجوده هنا دي، بنضربها فاكتور 0.2 علشان الجونز الفاكتور بتاعها 0.2، بنضربها 0.12 عشان الكولون 0.12، بنضربها 0.05 عشان الليفر 0.05. نجمع الارقام دي كلها ونحسب في الاخر التوتال الايفكتيف دوز بتساوي كام بالظبط. مثال اخر لو احنا بنتكلم على البوستيريور انتيريور تشست راديوجرافي، يعني عندنا مثلا وضع زي كده بنعمل تشست راديوجرافي، الانسجه اللي بتتعرض هي اللنجز، البريست، الاسوفاجس، الثايرويد. الويت بتاع اللنج لو احنا بنتكلم على الافكتيف دوز 0.05 ميلي جراي او 50 مايكرو جراي، اوكي هي نفس الحاجه بالظبط. فبيسيكلي بناخد ال 50 ديت ونضربها في الويت بتاع اللنج عشان نحسب الافكتيف دوز بتاعت اللنج، نضربها 0.05 بالفاكتور بتاع البريست عشان نحسب الافكتيف دوز في البريست، 0.05 عشان الاسوفاجس، 0.05 عشان الثايرويد، ونجمع كل الارقام دي ويطلع في الاخر التوتال اكسبوجر نفسه بيساوي كام. التوتال اكسبوجر اللي هو افكتيف دوز في التشست اكس راي بيساوي كام. نفس الحاجه هي ممكن نعملها برضو بالنسبه للشخص اللي بيعمل اكس راي نفسه، اللي هو الفني بتاع الاكس راي نفسه. فبيسيكلي هو عاده بيحط مونيتور، دوز مونيتور عاده بيبقى واحده من الحاجات اللي هي علشان تقيس الاكسبوجر اللي اتعرض لها الشخص نفسه. بيبقى في عندنا يعني حاجه زي يعني بادج كده بيبقى يعني يقدر بيه يقيس الافكتيف دوز اللي اتعرض ليها او كميه الاشعاع الاكسبوجر اتعرض ليها، ونقدر بعد كده نحسب الافكتيف دوز
بنفس الشكل بالظبط. لو احنا مثلا فرضا كان الجزء بتاع الثيرويد متعرض، فبيسك لو انا عرفت الدوز كام بالظبط من القياس اللي موجود عندي هنا، بقدر احسب بالظبط الدوز بتاعه الثيرويد بتساوي كام، بان انا اضرب الدوز اللي انا حسبتها من هنا في الفاكتور بتاع الثيرويد اللي هو عباره عن 0.05. عموما القانون نفسه بتاع الافكتيف دوز، احنا بناخد الدوز اللي هي بالجراي ونضربها في الفاكتور اللي مقابل للتيشو تايب اللي احنا بنتكلم عليه، سواء كانت جونادز او ليفر او لانز او ستومك او وات ايفر، وبعد كده بنجمع كل الكلام ده عشان نحسب التوتال افكتيف دوز اللي هي تعتبر التوتال افكت بتاع الراديشن اللي اتعرض ليها الشخص نفسه. فطبعا احنا بناخد حاجه بالجراي ونطلع حاجه في الاخر بالسيفرت، بنطلع حاجه اوكيوبيشن اكسبوجر، بنطلع حاجه زي السيفرت دوت، هو طبعا الحاجه اللي هي كنا لسه بنتكلم عليها من شويه، هي اللي بتحسب لنا الاوكيوبيشن اكسبوجر. فدي الحاجه الحقيقه اللي احنا نقدر نحسبها ونقدر نعرف بعد كده الكميه بتاعه الاكسبوجر اللي اتعرض لها الشخص ده، عشان بعد كده على مدار سنه لو فرضا ان الشخص اللي بيشتغل في قسم الاشعه ده اتعرض لدوز اعلى من الليمت، بنضطر ان احنا نخليه بقيه السنه ما يشتغلش علشان يقدر ان هو يعني يحتفظ بالكميه بتاعت الاشعه اللي هو تعرض لها، بتبقى اقل من الليمت اللي هو ممكن يعمل له مشكله. فطبعا واحده من الحاجات المهمه الحقيقه اللي احنا نقدر نستعمل القانون بتاع الافكتيف دوز عشان نعمل الكلام ده.